وبالتالي تم حجز هذه الأقمصة، ومن هنا بدأت قضية الخريطة الوهمية والتي تضم أراضي الصحراء الغربية على قمصان نادي نهضة بوركان، وهو تعد صارخ للمواثيق الرياضية الأولمبية والكروية. لإثراء الحديث أكثر يلتحق بنا عبر الهاتف عمار بهلول، عضو سابق في المكتب الفيدرالي. بداية عمار، كنت أود أن أناقش معك المباراة فيما يتعلق بالجانب الفني، الجانب التحضيري، كل الأمور المتعلقة بهذا الجانب الرياضي، لكن اليوم الجانب المغربي أراد غير ذلك. عمار، سؤالي راح يكون وجيه في البداية. من الناحية القانونية، اعتماد أمور سياسية أو أمور مماثلة للتي اعتمده النادي نهضة بوركان، هل القانون، قانون الفيفا، المواثيق الدولية الأولمبية أو حتى قانون الكاف يسمح بذلك، أم أن الأمر مخالف وكان لازم من الكاف أنها تتخذ قرارات ردعية في حق هذا النادي؟ شوف فتح، شوف ليس للمرة الأولى، أنا ربما راح نفاجئ المتتبعين بأن هذه المسرحية الثانية فيما يخص التجاوزات، نقول تجاوزات عصاف، لأن يوم في أبريل 21 وبالذات يوم 14 أبريل لما كان أسبوع قبل نهاية البعثات، يعني لاحظنا، لاحظ الأمين العام آنذاك محمد سعد، لاحظ بأن في موقع تاع الكاف أين موجود الأقسام تاع أعضاء الجمعية، أعضاء المنخرطين لدى الاتحاد الإفريقي، لاحظ بأن الخريطة الموجودة اليوم على أقمصة تاع فريق بركان، وهنا كان اجتماع مصغر مع بين ثلاثة أربعة، وفي الفور هناك مراسلة موجودة، المراسلة إلى الكاف، العنوان الخريطة للأمم المتحدة مع الخريطة للكاف، أين طالبنا، أين طالب اتحاد جزائر كرة القدم من اتحاد الكونفدرالية الإفريقية أن تصحح هذه الخريطة الموجودة في الموقع تاع اتحاد المغربي لكرة القدم على مستوى الموقع تاع الكاف. وتم تصحيحها عمار؟ تم تصحيحها؟ تم تصحيحها، لأن وعدوك نجيك، تم تصحيحها لأن في الموضوع تاع المراسلة امتثال إلى الخريطة للأمم المتحدة مع الخريطة تاع تاع الكاف، ولذلك هذه المراسلة هي موجودة ب 14 أبريل، وين أين تدل على هناك لعبة أراد الاتحاد المغربي أن يمرها على مستوى موقع تاع الكاف، وكانت ربما الأمين العام ذاك محمد سعد مع أعضاء المكتب الفيدرالي تفطنوا إلى هذا التحالف، ولذلك أنا السؤال مطروح يا فاتح، كيف الاتحاد الافريقي يصحح خريطه على مستوى الموقع وبعد ذلك يقبل ويصادق على ان الفريق هذا، وهذا هو سؤالي عمر بغلو، ماذا تغير اليوم؟ لماذا اليوم الاتحاد الافريقي للكاف يساند، يبقي على هذه الخريطه ويبقي اصراره في دعمه لنادي نهضه بركان؟ لماذا اليوم؟ ماذا اختلف عن الامس عمر بهلول؟ هو لانه يعتقد بأن اتحاد جزائر كرة القدم أو الدولة الجزائرية ليس لها علم بالمسرحية أي السابقة التي ارتكبها الاتحاد المغربي لما أراد أن يجعل في الموقع على مستوى القسم تاع الأعضاء المنخرطين لدى الكاف الخريطة، نفس الخريطة هذه بعد الموجودة في القميص تاع بركان، يظن يعتقد بأن هذه عملية جديدة، ولذلك ذلك يعني المسؤولية هي على عاتق الكاف كيف تلغي وتصحح خريطة، وهذا طبعا بعد طلب اتحاد جزائر كرة القدم للامتثال إلى القوانين، أنت تعلم جيدا بأن الصحراء الغربية عضو مؤسس تاع اتحاد إفريقي، وكذلك في اللجنة تصويت على الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة، يعني كيفاش دولة معترف بها على مستوى مؤسس ومعترف بها اتحاد إفريقي طلع خارطة في قميص تاع الدولة تاع عمار ما تشوفش انه نظام المخزن اليوم وفشلوا على مستوى الهيئات الأممية
أراد أن يستثمر من خلال مباراة في كرة القدم لتمرير سمومه على الجزائر، لكن الدولة الجزائرية تفطنت للأمر، وهو ما أخلط حسابات المخزن وعلى وكذا الجامعة المغربية وعلى رأسها فوزي لقشع وحتى الكاف. للآن الكاف بين قوسين دخلت معركة خاسرة. شو أنا نقول لك، أنا 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 يعني بصراحة يعني أشيد وأشكر الدولة الجزائرية خاصة من الأمن على التفطن هذا، لأن أرادوا من خلال عبالك كارثة، أرادوا من خلال كرة القدم أن يسوقوا ويعطيوا لاجيتيميتي المصداقية إلى في خريطة بالصحراء الغربية تكون مغربية، وهذا مستحيل. من لم يتمكنوا منها على مستوى السياسي أرادوا أن يدخلوا بها عن طريق كرة القدم، لأنه علاش اليوم كرة القدم لما هذه المقابلة تسوق على مستوى إفريقي ولا حاجة، وترى أنت العالم هذاك في بلاد الجزائر اللي هي قاعدة تناضل من اللي خلقنا احنا، وانا نعرف النضال هذا في تاع الصحراء الغربية مع المغرب، والجزائر تدافع على طبعا تدافع على كل الدول اللي تريد أن تستقل، ولذلك هذا فشل طبعا أرادوا أن يدخلوا به على مستوى كرة القدم. لكن المسؤولية الكبرى أنا نقول المسؤولية على الاتحاد الجزائري أن يخرج هذه الوثيقة، لأنه يطلب من الاتحاد الإفريقي لماذا هذه الوثيقة امتثلت إلى تصحيح وتنحية الخارطة من الخارطة تاع المغرب، واليوم وتصادقون بعد ذلك على قميص في نفس الخارطة التي أنتم صححتها على مستوى الموقع تاع الاتحاد الإفريقي. طبعا يعني شيء ما يتمشاش يتناقض يعني مع الكاف، ولذلك أنا نطلب من هذه الوثيقة راهي موجودة وهذه الوثيقة تدل على التلاعبات تاع الاتحاد الإفريقي مع طبعا مع رئيس اتحاد جامعة المغربية. جميل عمار، تقصد القضية أنت في 2021 القضية التي تحدثت عنها اليوم الكاف كنا تكلمنا وتحدثنا أنها دخل في معركة خاسرة. الآن أنت كعضو سابق في المكتب الفيدرالي، ما هي السيناريوهات التي تنتظرها لهذه المباراة؟ اليوم الجانب الجزائري مصر على أن المباراة تلعب بقمصان، لا تحمل شعارات سياسية ولا الخريطة الوهمية التي تضم أراضي الصحراء الغربية. ما هي السيناريوهات المتوقعة لهذه المباراة؟ طبعا نقول لك فتح، لأن هذه سابقة خطيرة جدا، لأن الكاف دخل في لعبة سياسية وهو يحار، والقانون رقم 4 من اتحاد الفيفا الذي ينص بصراحة على أن لا بد خل الرياضة تلقى في الرياضة، ولذلك أنا نقول باللي المشكل تاع الاتحاد الإفريقي الذي سياسة القضية هذه، خاصة هو يعلم جيدا من الموقف تاع الجزائر من ناحية هذه القضية تاع الصحراء الغربية. اعتقد السيناريوهات انا نقول مادام الجزائر متمسكه بالمواقف تاعها، يعني مستحيل يعني تكون تجيني انت هنا في بلادي وتدخل لي انا العالم تعالينا ناظر عليه والشعب ناظر عليه والشهداء ناظروا عليه وتجي انت. طبعا كاين قوانين تاع الكاف تبقى راح تروح الصراع فين؟ طبعا الاتحاد الجزائري كره القدم والدوله الجزائريه مع الاتحاد الافريقي، انا نقول لك يبنيوا على هذيك الوثيقه المراسله هذيك، وين كاف امتثلت إلى طلب الجزائر عن طريق اتحاد الجزائر كرة القدم، وألغت وطبعا وحذفت الخريطة تاع اليوم يشوفوا فيها حابين يدخلنا بها عن طريق، ما خشوش بها عن طريق اتحاد، خشوا بها عن طريق فريق، يعني هذا الشيء يتناقض يعني. جميل عمار بهلول، ابقى معي عمار بهلول، سنواصل في الحديث عن هذه القضية، لكن قبل ذلك سنفصل في سياق التقرير التالي للزميل محمد قريشين. لا تزال قضية مباراة اتحاد العاصمة ونادي نهضة بركان تصنع الحدث عبر مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية التي استغربت استعمال شعارات سياسية في كرة القدم. أثبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مرة أخرى بأنه لا يعدو أن يكون سوى دمية في يد عصابة نظام المخزن المغربي، غير أن هذه المرة الصد سيكون على جدار الصمود الجزائري الذي سيكون من خلاله بداية انهيار السيطرة المخزنية على الكاف. يقول محمد قريش أن المسرحية ستفشل كما فشلت سابقها. أسعد أيضا باستضافتي أن يلتحق بنا الزميل مومن أيت قاسي لإثراء الحديث أكثر عن القضية. كان معنا أيضا عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي. كنت توقفت معك قبل أن أتي إليك مومن، كنت توقفت معك عمار بهلول حول القضية، حول السيناريوهات المنتظرة اليوم. عمار سؤال آخر فقط،
في حال انه النادي المغربي رفض انه يلعب مباراه اليوم، ما هي السيناريو المنتظر؟ هل الكاف لازم تعاقب النادي المغربي لانه رفض انه يخوض المباراه، خاصه وانه الاتحاد الجزائري لكره القدم اكد على انه يوفر اقمصه ما تحملش الخارطه اللي وضعها النادي المغربي؟ تفضل عمار. طبعا راح يكون ملف على طاوله النزاع طبعا، لان هذاك الاقمصه مستحيل لكن لان راح تكون قضيه عن طريق الفيفا، راح تكون قضيه عن طريق الكاف، لان دخلت سياسيا، لان ممنوع بتاتا ان تجيب اقمصه حامله خارطتين تاع دولتين، يعني من المستحيل ان تكون قضيه هذه. ولذلك راح يكون الملف فوق الطاوله، والجزائر راح تدفع كل بثقل عالي، لان الحق لينا الجزائر، لان مستحيل ان تجيني القميص فيه خريطتين وانت خريطه تاع خريطه ما هيش تاعك البلد هذه. ولذلك راح يكون لكن الحكم راح يعمل غياب الفريق لان ما جابش الالبسه في الوقت المحدد، هذا هو القانون. لكن يبقى طبعا ملف فوق الطاوله. لا خوف على اتحاد العاصمه من اي عقوبات؟ لا، نعذر لك على اليوم راح يكون الفريقين، اذا كان فريق تاع بركان ما عندوش قميصه، راح الحكم راح يدون في وقت المقابله في التقرير، لان الفريق هذا ما يخش في امور اخرى اللي نعرفوها احنا، لكن هذه راح تكون من بعد، لان مستحيل اليوم المقابله راح يقول لك الفريق تاع اتحاد الجزائر هو اللي، لان هذه المقابله ما جراتش، وراح يكون تقارير تاع محافظ المقابله وتاع الحكام وتاع فريق اتحاد الجزائر وتاع فريق تاع ربما اتحاد الجزائري، اللي راح يوضح لماذا المقابله ما تلعبتش، وما هي التلاعبات وما هي الخلفيات وما هي كل الاجراءات التي اراد بها المخزن ان يدخل بها الى الجزائر، وهذه مستحيل، لكن لان راح تروح امور سياسيه اكثر من رياضيه. لان على مستوى الاتحاد الافريقي راح يكون الحق الاتحاد الجزائر، على مستوى حتى الفيفا، لان الفيفا لابد ان تخضع الى الامم المتحده، لان هذا البلد عنده التراب وعنده العلم تاعه وعنده يعني حتى المواثيق الاولمبيه ولا مواثيق الفيفا تندي بهذه الامور. لا طبعا، لان هذه راح تكون اجراءات يعني رياضيه، وكذلك موازيه مع اجراءات سياسيه دبلوماسيه اللي تبين باللي الفريق المغربي اراد ان يستفز، ليس يستفز الفريق، يستفز يعني الجزائر ككل بها بشهداء، يعني جاك بخرجها اللي واحد ما كان يتوقعها مثل هذه الخرجه. انا اقول باللي القضيه راح تحكم بعد كبير، بعد كبير كبير جدا في المستقبل. شكرا لك عمار بهلول، عضو المكتب الفيدرالي السابق، كنت أنا معنا مباشره للحديث عن قضيه الساعه. شكرا لك مره اخرى مؤمن، كنا نستمع ل مرحبا بك مجددا. مرحبا مؤمن، كنا نستمع لعمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي، قال انه القضيه ماهيش حديثه، ماهيش ولدت اليوم، انه النظام المخزن وحتى فوزي لقجع لطالما اعتمد على نفوذ على مستوى الكاف من محاوله تمرير امور سياسيه، في كل مره يفشل. لماذا المغرب في كل مره يكون يتعلق الامر بالجزائر، يستعمل امور مماثله مؤمن؟ واستفزاز واضح، استفزاز مرة أخرى من الجانب المخزني المغربي. خلينا نتكلم بكل صراحة، المباراة اليوم أخرجت من طابعها الرياضي. اليوم الكاف تعلم جيدا، وأنا أعيما أقول تعلم جيدا، أن المباراة برسم هذه الخريطة الوهمية في على أقمصة نادي نهضة بركان، نادي نهضة بركان أثبت برسم هذه الخريطة أنه لم يأتي ليلعب نصف نهائي كأس الكاف، بل أتى لاستفزاز الجزائر سياسيا بعيدا عن كرة القدم أو كل ما يخص المعاهدات والاتفاقيات الرياضية. اليوم لو نتكلم عن من الجانب السياسي، القوانين الدولية معروفة، اذهب إلى الأمم المتحدة، لا نهضر لك عن الجانب السياسي، إذهب إلى الهيئة المتحدة، إذهب إلى الهيئة اليونيو أفريكان، يعني الاتحاد الإفريقي، قضية الصحراء الغربية التي تعد أحد يعني أمبي تاع اليونيو أفريكان، وزيد
عضو في الاتحاد الافريقي. نعم، وزيد ميثاق، هذا ميثاق الاخر يقول ان هذه المنطقه من حقها دير لوطو ديتيرميناسيون، يعني حق محل نزاع تصفيه استعمار، تقرير مصير، تقرير مصير ومحل نزاع استعمار. نعم، اذا من الجانب السياسي المخزن يعرف انه خاسر الا انه يستمر في استفزاز الجزائر ونسج بعض المسرحيات التي رايناها البارحه، وبكل خبث بعض، لا اقول كل، الاعلام المغربي بكل خبث الاعلام المغربي ماذا يستعمل؟ يقول لك لمار لا ديليغاسيون دو ريسورس بوكا سيكستري الايروبور، محتجزين في المطار. كيف مو هذا غير صحيح مومن؟ لانه البعثه المغربيه تفضل فقط. وهذا قلت لك مسرحيه، لما نتكلم عن مسرحيه يعني تلقائيا غير صحيح. اذا ليس اوني بون طران دو جيستيفي، رانا نوضحوا، نحن رانا نوضحوا، ما راناش نجيستيفيو باش الناس تفهم مليح. نضل من الجانب هذا السياسي امور واضحه، استقبلناهم احسن استقبال باعتراف بعض اللاعبين الذين صرحوا في قناه النهار اظن على حسن استقبال، وكاينين كل الفيديوهات تعكس عكس هذا الاحتجاز المزعوم من المخزن، أقول دائما من المخزن المغربي الذي لا يريد خيرا لهذه المنطقة، لا يريد خيرا لأبناء الشعب وشباب المغرب العربي الكبير، الذي من يعرقل الوحدة المغربية والوحدة العربية، هم من يطب من يطبعون ومن دائما يريدون خلق فوضى ومشاكل في هذه المنطقة، سامحهم الله. من الجانب الرياضي الأمور بين ريبريزونتاسيون sur le maillot ethnique religieux ou la غير او سياسي. خلاص شبيبة القبائل حرمت من لعب نهائي كاس الكاف بسبب تيفينا غدون او العلم تيفينا كان مكتوب اسماء اللاعبين بحروف تيفينا. حرمت من الهويه الامازيغيه مدستره في الدستور الجزائري، اللغه الرسميه في بلدنا، يعني حطوا على هويه، بارك الله فيك. يعني اليوم يعني القوانين المعمول بها في يعني الكاف تقول لك هاد الثلاثه اللي قلناهم سياسيه ايثنيك يعني دينيه او عرقيه حسب القوانين المعمول بها هنا عندنا. هذا الشيء يا اخي انت ماذا تريد لما تجيب لي خريطه وهميه وتدخل بها الجزائر؟ ماذا تريد؟ تريد لعب كره القدم؟ ابدا لا، انت تريد دوله باكملها استنفار من دوله كبيره، هذا جل خريطه. انت اصلا علاش تجيب الخريطه باش تستفزني في قوانين غير معمول بها دوليا اقليميا ومحليا؟ نروح لك ابعد، انا ما تشوفش انه فشل نظام المخزن على مستوى الهيئات الامميه، انه الصحراء الغربيه عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي على مستوى هيئه الامم، هيئه الامم شفنا انه المتحده انه القضيه هي محل نزاع، وانه مصنفه محل نزاع وهي تصفيه استعمار. هذا الفشل على مستوى الهيئات الامميه حاب يستثمر نفوذه في الكاف اليوم لتمرير دسائس للجزائر، وهذا ما نعرفه منذ قضيه المنتخب الوطني وما عانته الانديه الجزائريه، وخاصه اعود واقول خاصه المنتخب الوطني الذي عانى الامرين من هذا الرجل فوزي القجع الذي كانت لديه ولا زالت لديه لوبيات يعمل بها ومدعوم من تلك اللوبيات الشيطانية التي لا نرغب فيها ولا نريدها في هذا البلد الذي استشهد من أجله ملايين. صحيح، كلنا لدينا أم، لدينا أب، عم، خال، جد، كلنا أبناء وأحفاد الشهداء. لن نرضى لبلدنا أو لدولتنا أن تستصغر أو تأخذ مباراة في كرة القدم بمحل جد كما يقول لك بأوديتريمون، يعني على حساب هذه القضايا التي استشهد عليها. حنا اون بي فور لو بري دو لا سوفرينتي دي ديسيزيون، ما تجيش انت تدخل لي بخارطه ودير استفزاز صارخ بالنسبه لكل الجزائريين والشعوب التي تدافع عن الحريه. نحن هنا لما نتكلم عن منطقه نزاع، الجزائر تؤيد كل الشعوب التي تطالب باستقلالها وبحريتها. انا هكذا تعلمت وهكذا كبرت منذ ان كنت صغير. اسمح لي، لماذا الكاف اليوم يواصل التعنت، يواصل استفزاز الجزائر من خلال شفنا انه اخر ما نشر في الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكره القدم كان تقديم لمباراه بقميص يحمل الخريطه اللي الجزائر عرضت عليها. لماذا اليوم هل نفوذ الاقجع اصبح كبير واصبح يستعمل الابتزاز لاعضاء الكاف؟
اكيد اليوم شئنا ما بين هناك ابتزاز صارخ ولست هنا كما يقول لك اون ايت انترين دو ديفونسي اون بورت اوفرت يعني باب محلول نحبسوا نكسروه راه باين باب باين محلول تقدرش تكسر باب محلوله هذا شيء باين وكنا تكلمنا عليه في عده مرات في هذا المنبر ان الاقجاع يهمه اسمعني جيدا ان يرى الجزائر تخسر وحد ولا يبالي بما تحققه المغرب من نتائج هذا هو المرض الذي مرض به الناس هذوما ماشي اخواننا الشعب المغربي الشعب المغربي على العين والراس وهم يعرفون ذلك المخزن والشعب الحر المغربي يعرف جيدا اننا نحن كجزائريين لسنا ضد الشعب ولا ضد الامه التي يربطنا بها التاريخ وخاصه الدين واللغه اذا اليوم حبينا ولا كرهنا نفوت الاقجاع يعني انا بالنسبه لي ليس له يعني اي معنى بالنسبه لي ولو انه لدي نفوذ في بعض الهيئات نعم نحن احنا ما نهبطوش المستوى تاعنا يا فاتح لكره القدم صحيح احنا 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 شوفوا رانا احنا رانا نديرو رانا نديرو في ليكلوز في فلوني على فلسطين شتو رانا شتو رانا احنا هما راهم يلعبوا في الخارطه احنا الجزائر راهي تلعب بالفوق راهي تلعب بلي كومون ديراج دي سيني دي كلوز يعني نعم موثق في الهيئة الأمم المتحدة باش نديروا فلسطين لديها العضوية الكاملة وقف يعني إطلاق النار بارك الله فيك وقف إطلاق النار على الأبرياء والرضع والشيوخ والنساء في غزة شوفوا رانا شوفوا راهم خويا فتح فهمت لا ديفيرونس اليوم احنا دوك احنا ما تدخلناش هو كيدخل الاقجاع يدخل حب ولا كره ك رئيس الفيدرالية تاعو وكعضو في الغوفرنمون تاعهم في الغوفرنمون تاعهم كوزير المالية هكذا صحيح دونك اليوم هما اللي راهم يدخلوا في الرياضة ليس الجزائر الجزائر تطبق القوانين حجزنا لك الخريطة تاعك جبنا لك لي مايو قلنا لك نوفروا لك نوفروا لك رحت انت تعمدت خروج اللاعبين باش يروحوا لا حتى لانه لو كان عندك موقف مومن ارجع مومن لبلدك مومن وتصيمي مومن مومن حتى لو وضعت الصوره مومن اللاعبين كانوا غادروا المطار كانوا يقلوا في الحافله ومغادرين رايحين لفندق الاقامه عاودوا بعد ما تم الحجز من اجل نقولوا تكتمل اركان المسرحيه عاودوا رجعوا لا قالوا يا جماعه ما لازم تولوا عندكم مشكله في الادوان في الجمارك عندكم مشكله القوانين الجزائريه تمنع يا اخي هذا قانون سيادي تعرفوا واش معناتها السياده أظن أن لا يفهم السيادة إلا مومن. من ضحى بملايين الشهداء شكرا لك مومن إذن السيادة الوطنية خط أحمر والمساومة بمباراة رياضية أعتبره صراحة غباء من الطرف الآخر وأظن أن وطن اسمه الجزائر رسم حدوده بدماء الشهداء يساومه بمباراة رياضية ننصر الشعوب المستضعفة نساند القضية الفلسطينية نساند القضية الصحراوية هما وجهان لعملة واحدة ويلتقي في هذه القضايا الكبير والصغير النساء والرجال الشعب والدولة أما أنتم مشاهدينا ألتقيكم على واقع أفضل بعيدا عن التخيلات عودة إلى